بكمادات رطبة يحاول هذا الأب اليمني أن يخفف من حرارة أجساد أطفاله الثلاثة الذين أصابتهم حمى الضنك في مخيم للنازحين بمأربى وسط البلاد. قنوات سدود مأربى باتت بيئة مناسبة لتكاثر البعوض بشكل كثيف، حيث سجلت مأرب ارتفاعاً في الإصابات بحمى الضنك هذا الشهر ليتجاوز عدد الحالات التي تم رصدها منذ بداية العام 1500 حالة. أنا في مخيم السمية تمام، ونعاني من مرض حمى الضنك تمام، والمستشفيات بعيدة وما لناش استطاعة أن احنا نروح هناك، والبذورة قدامكم ذي لهم معذبين وحالتهم حالة، ولا في عناية ولا في أي حاجة. تراجع التدخلات الإنسانية للمنظمات الأممية والدولية في المحافظة يُنذر بكارثة إنسانية في المخيمات، خاصة أن إصابات حمى الضنك والحصبة تسجلان ارتفاعاً ملحوظاً. أقسم بالله العظيم احنا تعبانين من جد، تعبانين وعالتنا حالة، والله يا ولدي والله مختارنا بعينك، والله حالتنا يعلم بالله لا ماي زي ما ناس لا ذي ولا ذاك ولا ماكل. عندما نتكلم عن حمى الضنك، حمى الضنك بلغت إلى حد الآن 1577 حالة، أغلب الحالات تقريبا 850 حالة كانت في شهر 6، ولحد لا زالت في ارتفاع في ارتفاع كثير جدا. تتلقى هذه الطفلة اليمنية علاجها في مركز طبي متواضع، فيما ينتظر أطفال آخرون على حافة الخيام دورهم ليشفوا من حمى الضنك لا من حمى الفقر. هلا العلي، الحدث. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.